مرحبا بكل متتبعين الموقع وصفحة العرائش أنفو. كنرصد لكم اللايف الخاص اللي من جنان باشا، خصوصا منطقة جنان باشا الشرقية اللي كترافد الأثناء عمليات ديال إكمال مدن بدن صفيح لإزالة يعني كتشوف السلطات المحلية بجميع التلاوين ديالها اللي موجودين بعين المكان، باش كتقوم ب يعني هدم هاد البيوت العشوائية والبرارك باش إكمال هاد المنطقة، لأن المنطقة الأخرى اللي جات وراء المنطقة الكريان تقام إزالة ديالها نهائيا، البرارك ديالها وتعطات حسب اللي كنشوفو في الصورة هنايا. دابا باقي واحد الطرف اللي هو هذا الآن راه خدامي الآن السلطات في العملية ديال الهدم. اللي كنشوفوا الان الصوره كاينه جرافات كبيره وصغيره كامله الان كتباشر العمليه ديال هاد تحت اشراف السلطات المحليه والمسؤولين ديال العمران، المسؤولين ديال الجماعه، جميع القطاعات، جميع التلاوين ديال السلطات المحليه اللي كتشرف هنايا على هاد العمليه ديال هاد. السلام عليكم الله صحابي. كنشوفوا الان كاين عمليه الهدم اللي ما شاب يعني على قدم الساق بسرعه باش يكملوا هذه المنطقه ديال جنان باشا الشرقيه اللي باقا الان اللي كانت باقا هي اللي باقا في المنطقه هنايا. حسب الان اللي كندخلوا هنا بواحد البراكه قديمه التنفريب ديالها باش نركبوا لها المنطقه اللي كنسميوها منطقه الكريان. هي منطقة الكريان اللي كنمر فيها من مدينة العرائش اللي كانت واحد المستوطنة كبيرة ديال البرارك، ولكن الحمد لله الآن تم التجهيز ديالها حسب اللي كنشوفو الآن كاين واحد قام الآن بناء، كاين هنا مسجد جديد ديال حي الكريان، ولكن هذا الحي هذا معروف عندنا في العرائش بأن في جميع الفيضانات الشتاء دائما كتدخل عليهم ما كطيح الشتا كتدخل كيدخل لك الساكنة. هذا احد البرارك السابقين اللي تم التريب ديالهم واخلاء السكينه بدون مشاكل. العمليه لا زالت مستمره الى عمليه ديال الهدم. هذا الحي المنطقة الشرقية هي اللي كتبقى هاد المكان هذا اللي واقع على ما أظن فيه واحد 20 دار أو 30 دار اللي كتبقى في هاد المنطقة الآن اللي كتقام الآن الإزالة ديالها باش يستافدو تماما السكن اللائق استفادة من واحد البقعة أرضية. ذلك كما كانت العملية أن جميع السلطات كما قلنا جميع التلاوين ديالها حضرة حتى الساكنة حتى هي يعني كيقام هذه العملية ديال من طرف السلطة رداء الساكنة لأن ما كاين احتجاج لا حتى شي حاجة، لأن هاد الساكنة هادي تقامت السلطة يعني بالتفاوض معاهم واستافدوا حتى هما كما جميع الساكنة ديال الحي هذا من بقعة أرضية. Thank you.
كنلاحظوا انا شي اطفال صغارين كيلعبوا تما جنب التراكس اللي السلطه زعما كتبقى تحيدهم، لان الله يقدر الله قدر هذاك التراكس اللي كتشي يطيح تمايا. لان واحد لاحظنا بان كان التراكس قدام وشي شي اطفال جالسين كيلعبوا تما. يعني المنطقة جنان باشا الشرقية، كندير لكم واحد الجولة في هذه المنطقة هذه اللي حديثا تقام الاستفادة ديال الساكنة هنايا قطع أرضية. هذا هو المسجد السابق ديال الكريان، الكل كيعرفو، يعني تا هو جا في واحد الطريق و تتم التبديل ديالو لمنطقة أخرى. دابا ندير معكم واحد الجولة، كاين عملية ديال الهدم كتبان هنا وراء الحي البركي، لأن كاين بزاف ديال الأزقة والشوارع الرئيسية اللي خصهم يتحلو. وقامت السلطة باش أنها دغيا الآن قامت بهذه عملية الهدم، دابا تحل الفصل الرابع. دابا اللي كتشوفو الحي هذا كان حي كامل، الحي هذا كان كامل معروف انه حي البرادك، يعني حي جنب باشا كريان حي البركي، المنطقة كاملة الان تم استئصال البرادك ديالها، تم عملية الهدم ديال ازالة المساكن. كاين ديور كانوا مبنية بزاف ولكن بناء عشوائي. هذه هي المدخل ديال حي البركي، هنايا المدخل هو هذا المدخل حي البركي. الحي هذا كان معروف انه حي البراكي، حي ديال جنان باشا المؤدي الى حومة العلام. الان تم ازالة جميع البرادك والكل استفد هنا من بقع ارضية اللي كاملة مشات بعملية البناء. هذا اللي كيبانو لنا هادو هو هذا الصور ديال حي البركي، كما كيبان عملية الجرافات قدامين كيريبو باش انها شي واحد يقوم بالبناء ديال البقعة ديالو. هنايا حسب اللي كيبان لنا يدوز الشارع في هاد المنطقة هادي، هاد الشارع هذا اللي يخرج مباشرة إلى شارع عمر بن عبد العزيز، يعني مقابل الفابريكا ديال الطحين بجانب الأطفال كيلعبو هنايا في هاد الحي. ما كاين بان عاوتاني منزل تا هو تم الازاله ديالو لانه بناء عشوائي تما. هذا الشارع على ما اظن كيخرج الحي البركي. هذه الحومه ديال البركي هذه يخرج الشارع هنايا. هذا كيبان القرموط ديال الحومه ديال البركي، هذا مسجد ديال البركي. على ما اظن غادي تفتح الطريق هنايا تحل واحد الشارع، الشارع هذا اللي ربط بين حي ربط
مرتبط بين حي جنان باشا يعني شارع عقوب بن نافع مع شارع مولانا عبد العزيز مرورا هنايا بحي البركي وجنان باشا الشرقية. كاين عملية ديال تقطع احد المنازل اللي جات في الشارع. احد المنازل اللي جات في الشارع الان اللي كيتسمى عملية ديال الازالة ديالو. هدر مع الصحافة. شارع خروج اللي يربط بين حي البركي وحي جنان باشا الشرقية مرور على شارع شارع عبد العزيز بشارع عقبة بن نافع. كيتم عملية الهدم. وجبنا بجنان باشا الشرقية ندير واحد الجولة معكم. بالمكان ديال حي الكريان سابقا يعني جات منطقة الشرقية ديال جنان باشا. كما رصدناكم قبيلتي ديال مصر كما قبيلة رصدناكم منطقة الفوق من جهة الشارع ديال عقبة بن نافع. حنا دابا الآن وراء هذيك المباني اللي كيتريبو المباني العشوائية وبرارك هذا كنشوفو هنا في أعلى تسلا كاين التراكتات هما قدامنا كيهيبو. الآن كنتواجدو وسط حي الكريان سابقا. هذا هو المسجد الجديد ديال حي الكريان.